صباح الخير عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت للسوق وقلت علاش ما نشاركش معكم هنايا السوق. هذا السوق في الحومه في المدينه في كنسكنوا هنايا كيعمر بالاربعه، وجيت انا وصاحبتي نضربوا واحد الدويره هنايا، وقلت علاش ما نشاركش معكم هنايا وخليكم معايا هنا نضربوا دويره. يلا خوتي خليكم معايا. انتم المشاهدين ديالي هنايا، جيت انا واحد المره صاحبتي اللي جات معايا السوق، وخدينا هنا التشورو. راني درتو معكم واحد النهار هذا التشورو، راني قلت لكم اصلا اسباني، حنا خديناه هنا هو والشوكولات، وغادي نفطروا ونكملوا معكم الطريق. وخليكم معايا اخوتي. وانتم اخوتي هنا مشينا بحالنا، حنا ركبنا في الطوبيس مشينا بحالنا تسخرنا. وهنا جيت لواحد تيندا هنا عجباتني، هنا ديال الشينوا كيبيعوا داكشي ديالهم ديال النبيضات، وقلت ندخل نشوفها ونشاركها مع المشاهدين ديالي. هنا عندهم مويبلش مزيونين وديكوراسيون تا هما مزيونين، ودايرين هادشي ديالهم ديال النبيضات ديالهم راكم عارفين. وعجبني هاد الشكل اللي كاين هنايا، وقلت علاش ما نشاركوش مع المشاهدين حتى هما يشوفوا هاد المناظر المزيونه. وها انتم معايا حتى ندخلوا لداخل ونشوفوا شنو كاين. ها انتم اختي هنا في الدخله، ها انتم كتشوفوا دايرين هاد بابا نويل هادو، ودايرين هاد الشيء ديالهم هما، هادشي ديال المونيكوس، هادشي ديال راس العام كيحتفلوا براس العام بحال هكايا. وهنا في الدخله راكم تشوفوا كتشوفوا دايرين هاد الشجره هادي، غير يشوفوا بعويناتهم. انا ما شريت شي حاجه، غير عجبني هاد الشيء وقلت نصوروا لكم ونشاركوا معكم. كاين بزاف الحاجات هنا مزيونين، وقلت نشاركها مع خوتي وصافي. وجزت انا واحد من بعد ما حطيت في المدرسه، قلت غنضرب دويره هنا ونشاركها مع خوتي. ها انتما معايا تشوفوا هنايا هادشي هو اللي كاين هنا، هادشي زوين عجبني هادشي. بالنسبه هاد البلاطوس بالنسبه لنا حنا يخدموا لنا مزيونين، وكاين حاجات هكا ديالهم هما ديال هادشي ديال راس العام كيحتفلوا بداكشي، كيديروا هكا التحضيرات هاد اللعاب هادشي مزيون. وكان نضرب خوتي هنا، دبو دويره معنا خوتي هنايا، نشاركهم مع المشاهدين ديالي الحاجات اللي كاينين هنايا. ايه هنا بابا نويل في البياض، بابا نويل في الحمار، كاين على الشكل راكم عارفين الطنطريات ديالهم. وهذا داير هنا بابا نويل هنايا، كاكاكيو تا هو هنايا كاكاتيو، وهنايا راكم عارفين هما يا عندهم هاد العيد مو امبورطانتي فرايوس، عندهم ضروري يحتفلوا هما ياكم عارفين. هنا هاد الخبيت هادو عجبوني، هنا كاين بحال الفيريا بحال لافوار في المغرب، كاين بزاف الشخربيق هنايا شوفوا عجبني. شوف هاد الشيء هذا، الشينوا ما قالوا مساخيط مساخيط. قلت انا نشاركم مع خوتي، شوفوا هاد اللعيبات هادو شنو مصايبين، لافوار هكاك مصايب لحقو طريقو تران كلشي. عجبني هادشي، قلت انا نصورو المشاهدين ديالي يشوفو حتى هما هادشي. هذا هنا هادشي زويون، هنا بابا نويل طالع في الدروج. هادكشي بالنسبة لهم هما هاد العيد هذا مو بورطانطي، وكيحتفلو بيه كيديرو هادشي ديالهم هادو.
انتما كتشوفوا هنايا هاتي عاوتاني هادشي ديال بابا نويل، هادشي ديال الشجره ديالهم هما التخربيقات ديالهم. انا معجبني غير هاد البلاطوس هادو، مزيونين حتى هما بالاحمر الاحمر والبيض ميرا، حتى هما مزيونين حق الثمن. كيديروا شي ثمن غالي، ما كيديروش ثمن رخيص. هنا الشجره ديالهم، الشجر دايرين فيهم الضو هكايا. ايوا قلت نضرب شي دوره خفيفه هنايا ونشاركها مع اخوتي. انتما هنا الشجر ديالهم كيحلقوا فيهم داكشي. هنايا داين هاد بحال الديور هادو ديال مصغيورين، كيحطوهم هكا ديكورات في الباسيو في الباب بالتراب. هي الحاجات ديالهم، كاينين ديكوراسيون ديال الدار، كاين بزاف حاجات كاينين. وقلت غادي نشاركهم مع خوتي هادشي، هادي يشوفوا معايا اللي ما شافش. الناس هنا راه عارفين كيشوفوا هادشي، الناس اللي في المغرب، حتى المغرب تبارك الله عندهم داكشي غزال. وكاينين بعض الناس كيحتفلوا بهاد العيد، بعض الناس لا، كل واحد والاختيار ديالو. انتما كاين الديكوراسيون، كاين بزاف حاجات مزيونين. انتما كتشوفوا معايا هادو هكا بحال زرافات، بحال فيلات، بحال هاد الحميمات حتى هما مزيونين عجبوني. نتوما هاد المويبلي هذا ديال الصباب ديال باسيو بحال هكا، ديكورات بحال هكا ديال كيديرهم هكا في دخلة الباب مزيونين. شوفو داكشي زوين. هاد الحبوقة ديال البلاستيك حتى هما مزيونين ميرا، كيتعلقو هكا فشي دراسة بحال هكايا، حتى هما مزيونين. كلشي زوين هنايا. هاد الشبيكة هادي حتى هي جباتني مزيونة، شحال من حاجة مزيونة هنايا. وها نتوما معايا ندير ديكور دوارة هنايا. هاد الميسيدية جباتني ميرا، بحال الميسيدية صغيرة. بزاف الحاجات هنايا مزيونين. هاد المويبليس هادو حتى هما مزيونين، بحال كشي بدنا عاجل الصغار كيتحطو فيها. هادو الديكوراسيون ديال بدنا عاجل ديال هكا، عندهم مزيونين حاجات هكا. اللي بغا الديكوراسيون كاين ما يتشاف هنايا. شبيكات بوتلات هدا كيتحطو فوق الطبلة بحال هكايا. هذا اللي بغيتي ديري شي كادو بحال هكا، واش هاد السقيع فوق هكا من الفوق. كاينين شحال من حاجه كاين. هاد السبع هذا مزيون حتى هو يعجبني. انتما البنات جيت اليوم لهاد التين ده، هادي حلات جديده هنايا حدانا حدا باركي سان جوردي. البنات عارفين باركي سان جوردي، المشاهدين ديالي هنا كنوريكم الديكوراسيون هكا اللي بغى يدير شي بيت ناس. انا شفته هادو عجبني، مع دابا كنقلب باغي نبدل بيت ناس ديالي وعجبني هاد الشكل هذا. الانسان اللي ما خداش ياخذ فكره على الديكوراسيون. جابني هاد عندهم الفراشنا غزال، عندهم مويبليس هكا ديال الصالون، عندهم طبله سالامونجي بيت النعاس، عندهم داكشي زعما غزال. واخا الثمن شويه قاصح ولكن داكشي مزيون. انتما كي قادو لك الصوفا حتى هي كتشبه بيت النعاس، كتجي هي مزيونه باش كتجي ملاصقه مع 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 الشكل ديال بيت النعاس. وهادي الصالامونجي حتى هي كتمشي مع الفيترينا ديالها، حتى هي غزاله. هادشي روعه هادشي. نتوما الفيترينا في البيض والطبله في البيض. نتوما شوفو كيفاش دايره، غزاله غزاله غزاله، شي روعه. وهاد التريات حتى هما يعجبوني، عندهم تريات واعرين مزيونين، يستاهلو الثمن ديالهم بدون الحقيقه. داكشي عندهم غزال وكاليتي زعما ماركه مزيانه، وكتاخدي حتى فكره كيفاش تفرشي الصالون ديالك، كيفاش تلاصقي الالوان. هذا حتى هو بيت نعاس، حتى هويا حتى هو مزيون، عجبني الشكل ديالو. الانسان اللي ما شراش ياخذ فكره هكا كيفاش يلاصق الالوان، كيفاش
ديكوراسيون كيفاش هانتوما. هاد الميسة حتى هي زوينة حتى هي غزالة، داكشي مزيون. وانا جيت مع اخوتي نوريكم هادشي اللي شفتو غزال عجبني، وقلت نشاركو مع اخوتي. ميرا هاد الدرية حتى هي مزيونة وعجباتني هاد الدرية هادي. هانتوما اخوتي انا غير عجبني هادشي وبغيت نشاركو مع اخوتي باش تاخدو نتوما افكار اللي بغى يفرش هكايا. وخليتكم على خير، وما تنساوش اللي مازال ما شاركش يشارك معايا، وما تنساوش ديروا اختكم جيم. وخليتكم على خير.